السلام عليكم، هني فيكم فيديو جديد. طبعا ما يحتاج اقول لكم الفيديو هذا شلع باين من العلامة. الفيديو هذا راح يكون بتصوير كاميرا الايفون 10S، راح يكون الفيديو 4K. طبعا هني التصوير من الكاميرا الامامية، اللي حابب يشوف الجودة العالية الافضل ان يشوفها بجهاز يدعم 4K مثل تلفزيون 4K، واذا بتشوفه بنفس الجوال عادي، بس في الزاوية يمين عندك ثلاث نقاط اضغط عليها وارفع الكواليتي الى 4K اعلى درجه تشوفها واستمتع بالنغاوه. طبعا الحين التصوير مثل ما قلت لكم الكاميرا الاماميه، الحين بفتر وبكمل الفيديو بالكاميرا الخلفيه. خلونا نبدا. طبعا نسوي الفيديو هذا علشان تشوفون وضوح الكاميرا وبرضو لاقط المايك، مثل ما قالت أبل ان الان يلقط المايك من الجهتين فلاقط ستيريو. الشيء اللي ما عجبني طبعا اكثر الشركات برضو ما حطت لك كذا شركه بس في الاندرويد حطتها، ان الكاميرا الاماميه يكون فيها مانع اهتزاز. هنا المشكله ان في الايفون 10 الى الان أبل اصلا ما حطت الميزه ان الكاميرا الاماميه يكون فيها مانع اهتزاز. نتمنى في السنوات القادمه ان تحط في الكاميرا الاماميه مانع اهتزاز، لان تحسون في الرجل ونمشي الحين اهتزاز التصوير.
اتوقع هذا الفيديو يكفي علشان تشوفون نقاوة الكاميرا الاماميه والكاميرا الخلفيه للايفون 10S. ففي نهايه الفيديو لا تنسون الاشتراك في القناه ونشر المقطع وعمل لك المقطع وتعليقاتكم تحت تهمني، وانتظروني فيديو ثاني، والسلام عليكم.